بعد إذنك يا منير، واحد بس هذا عازل. يس. طبعا هنا بالنسبة للعزل في سبيسيفيكيشن معين جدا. طبعا ده عزل ما شاء الله تبارك الله، ده 5/8 من الداخل. طيب السبيسيفيكيشن بيقول ايه؟ 5/8 طبعا ما بيكونش عزل عادي بتاع المكيفات العادية، ولكن هو عزل بسكنس اللي هو 5/8 كإندور بالداخل، تمام؟ والسكنس الخارجي بيكون 3/4، وده أفضل سبيسيفيكيشن لنظام الإيروفليكس الخاص بتغطية المواسير النحاسية وعزل المواسير النحاسية لنظام الجي ام في 5. طبعا بيجي ممكن 5/8 × 3/8 او 5/8 × 1/2، ده خاص بالأنظمة العادية، ولكن في نظام الجي ام في 5 لابد من السكنس الخارجي يكون مينيمم هاف ماكسيمم 3/4، ويا حبذا لو 1 انش، ولكن على حسب السبيسيفيكيشن الخاص بالكتالوجات اعتقد بيقول الـ 3/4 جيد جدا كسكنس خارجي حتى لا يحدث اي نسب تكثيف من المواسير النحاسية.